أهلا بكم. نظرا لبعض التعليقات والأسئلة الكثيرة التي لا زال الكثير من المشتركين يبعثون لي بها ويكتبونها تحت الفيديوهات بخصوص الفيديوهات التي تتعلق بالموجات الدماغية، ارتأيت أن أدرج هذا الفيديو كإجابة أحاول تغطية بها معظم أسئلتهم. أولا وقبل كل شيء، أريد أن الإخوة المشتركين الذين يهتمون بفيديوهات الموجات الدماغية، إن قناتنا هاته لن تصبح قناة تهتم بالموجات الدماغية، بل ستكون قناة تهتم بالوضع السياسي والأسلحة. لهذا السبب ربما لقد لاحظت أننا لم ندرج منذ أكثر من سنة أي فيديوهات تتعلق بالموجات الدماغية، ولكن على أي حال فقد فتحنا قناة جديدة ستجدون رابطها أسفل الفيديو في صندوق الوصف. هذه القناة تختص بالموجات الدماغية وببعض مواضيع التنمية البشرية وبعض مواضيع علوم الطاقة وبعض المواضيع الفكرية وأيضا بعض المواضيع الفلسفية. قناتنا الجديدة ستجدون فيديوهات لا حصر لها تتعلق بالترددات والموجات الدماغية وموجات الهالات. من يهمه الأمر فليذهب إلى القناة وليشترك. من بين الأسئلة التي تكررت، هل سماع هذه الموجات هو ضار بالصحة أم لا؟ لماذا تدمج القرآن الكريم مع الموجات الدماغية؟ ما هو الوقت المناسب لسماعي لهذه الموجات؟ وكم المدة التي أستغرقها في سماع هذه الموجات؟ كما أن هناك الكثير من الأسئلة، لا يسعنا الوقت في هذا الفيديو لكي نسرد ونتحدث عن هذه الأسئلة جميعها. أولا وقبل بدء ما هي الموجات الدماغية؟ سنقوم بمراجعة خفيفة حول هذا الموضوع. تشير أبحاث الدماغ بأن واقع الناس محكوما بالحالة العقلية التي يمرون بها، ومن خلال التحكم في الحالة العقلية العميقة يستطيع الإنسان إعادة برمجة عقله والتحكم في تفكيره وتعديل سلوكه وتعزيز قوة إرادته. وتساهم الترددات الدماغية أي الموجات الدماغية في بلورة ذلك، ويستطيع الإنسان الذي يتلقى تدريباً على التنقل بين 5 مستويات الترددات الدماغية تيتا ودلتا وألفا وبيتا وغاما أن يختبر حالات عقلية وعاطفية متباينة تحدث التأثير في نشاط تفكيره وصحته وفي صحته النفسية والروحية أيضاً، ويمكن التمييز بينهما عن طريق الملاحظة وكذلك بواسطة قياسها بالأجهزة. ولكل مستوى من هذه الترددات نشاط دماغي مميز وحالة متميزة من الوعي. ومن هنا تهدف الدراسات إلى وصف وتحليل العلاقة الارتباطية بين الموجات الدماغية ومستويات الوعي والحالة العقلية التي تناظرها، وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة التالية: ما مفهوم موجات الدماغ؟ وما أنواعها؟ وما هي وظائفها؟ وما هو تأثيرها في الحالة العقلية للإنسان؟ وكيف يمكن قياسها علمياً وإخضاعها للمعالجات الرقمية؟ وللإجابة على هذه الأسئلة تستعرض الدراسات أبحاثاً علمية تم إجراؤها في السنوات الأخيرة، كما تعرض الدراسات بعض الأجهزة الحديثة التي تقيس التغيرات التي تحدث في الدماغ أثناء مرور الشخص المفحوص بحالة شعورية محددة عن طريق تغيير الأوضاع الفيزيولوجية كالتنفس ووضع الجلسة، النشاط الكهربائي للجسم. وللأسف الشديد إن معظم البالغين يعيشون حياتهم في وضع حالة الدماغ بيتا التي يترتب عنها التوتر الشديد، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الإجهاد وبالتالي تقل مناعة الشخص. إن حالة التنبيه والتوتر الشديد هي المسؤولة عن الأمراض والاعتلالات بسبب ضعف المناعة الناتج عن ترددات بيتا. وكشفت أبحاثا كبيرة مؤخرا عن كيفية تحول موجات الدماغ لدينا خاصة خلال التأمل، وأظهرت الأبحاث أن التأمل يمكن أن يساعد في ضبط موجات الدماغ، فهو يؤدي إلى مادة رمادية أكثر سمكا، حيث أظهرت الدراسات أن التأمل يمكن أن يساعد في ضبط موجات الدماغ الإيجابي والإنتاجي، فهو يؤدي إلى مادة رمادية أكثر سمكا في أجزاء الدماغ المرتبطة بالتعاطف والرحم والوعي الذاتي، بحسب دراسة أجرتها جامعة هارفارد للتصوير بالرنين المغناطيسي. هناك 5 مستويات لموجات الدماغ أو للحالة العقلية،
موجات الدماغ دلتا من 0.5 إلى 4 هرتز، موجات الدماغ تيتا من 4 إلى 8 هرتز، موجات الدماغ ألفا من 8 إلى 13 هرتز، موجات الدماغ بيتا من 13 إلى 39 هرتز، موجات الدماغ جاما أكثر من 39 هرتز. وما يهمنا من بين كل هذه الأمواج موجات الدماغ ألفا. تظهر موجات الدماغ ألفا أثناء النشاطات العقلية المتصلة بالإدراك الواعي، ولكنها تمثل نشاطات عقلية هادئة، حيث تمثل موجات ألفا الحالة الهادئة للدماغ وهو في حالة وعي كامل، وهي تعني أن الدماغ واعي ويدرك ما حوله ولكنه غير نشط أو فعال. ويمكننا تشبيهها بحالة ستاند باي الخاصة بجهاز الحاسوب، حيث لا يكون الحاسوب يقوم بتنفيذ أي فعل يتطلب قدرات المعالج إلا أن الحاسوب جاهزاً لاستقبال أي إشارة أو تنبيه. عندما ينتج عقلك هذه الموجات فإنه يستجيب لأنشطة مثل التأمل والراحة التي يمكن أن تقلل من مستويات التوتر وتساعدك على الشعور بالهدوء. زيادة موجات ألفا قد تزيد أيضاً من مستويات الإبداع. وتشير الأبحاث إلى أن بعض الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب قد يكون لديهم خللاً في موجات ألفا. عزيزي المستمع، سماعك لفيديوهات تحتوي على موجات ألفا فإنك تضبط حالتك العقلية على موجات ألفا، وفي هذه الحالة تستطيع برمجة عقلك بالشيء الذي تريده وبالمعلومات التي تريدها. هناك من سأل لماذا تدمجون القرآن الكريم مع الموجات؟ عزيزي السامع، إن الموجات الدماغية على اختلافها فهي تدمج عادة بالموسيقى الهادئة، وهناك الكثيرون من لا يحبون سماع الموسيقى، فنحن ندمجها مع آيات من القرآن الكريم. ما هي المدة الكافية لسماع الموجات الدماغية؟ عزيز المشاهد، سماع الموجات الدماغية يختلف من موجة إلى أخرى، فيمكنك سماع ترددات أو موجات ألفا لمدة لا تقل عن ربع ساعة أو نصف ساعة. يمكنك أن تسمعها لمدة ساعتين إن شئت. فمثلا موجات تيتا أو دلتا يمكن سماعها ليلة كاملة وهي لا تضر بشيء. إن هذه الأمواج تصنع في عقولنا وفي أدمغتنا، فمثلا إذا كان شخصا متوترا فإن عقله في هذه الحالة سيكون خاضعا لموجات جاما، وهذه الموجات تزيد من مستوى التوتر، وبالتالي إذا أنصت أو سمع لموجات ألفا فإنه يضبط عقله على موجات ألفا، وبالتالي يشعر بالاسترخاء والراحة. هل لسماع هذه الموجات الدماغية ضررا؟ لا يوجد هناك أي ضرر. ربما يشعر بعض الناس بوجع في الرأس أو بوخز في الأذنين، وذلك طبيعي جدا عزيزي المشاهد. إذا كنت في حالة جاما وقمت بسماع موجات تيتا، إن عقلك في هذه اللحظة يقوم بالانتقال من موجة إلى موجة وبينهما موجات، فالانتقال من جاما إلى تيتا يجب أن يمر على موجات ألفا، وهذا المرور السريع ربما يحدث وجعا طفيفا في الرأس أو وخزا في الأذنين لطيلة السماع مثلا، ولكن هذه الأعراض ليست خطرا على الصحة كما أثبتت الدراسات. عزيزي المشاهد، إذا أردت أن تعرف المزيد عن الموجات الدماغية ستجد رابط قناتنا أسفل الفيديو في صندوق الوصف. اذهب وستجد معظم الإجابات على أسئلتك في قناتنا. وإذا وصلت إلى نهاية هذا الفيديو فنحن نشكرك عزيزي المشاهد، اترك لنا تعليقا وشكرا، والسلام عليكم.